الاغتصاب في السجن، هل هذا في الدين؟ الموت للحرس الثوري، الموت لخامنئي، أنتم داعشنا. هذه هي حصيلة أبرز الشعارات التي رفعها الإيرانيون منذ مقتل مهسا أميني. الاحتجاجات لم تتوقف بل تزداد حدة كل يوم، ووصلت اليومها 100. 100 يوم، مدة كافية كفيلة بإظهار الشرخ الذي لطالما حاولت السلطات إخفاءه، وهو الذي يواجه جيلا جديدا لا يعرف الحديث إلا بلغة واحدة وهي الحرية. أما لغة النظام في المقابل تتنوع في وسائل القمع. حصيلة 100 يوم، 506 قتلى وأكثر من 18,000 معتقل. لم يتعلم النظام الإيراني من 100 يوم، لكن أحد الحلفاء الآن روسيا تحاول استخلاص الدروس من 300 يوم، المدة أطول والدروس أكثر. تعاني روسيا من نفاد المسيرات الإيرانية بحسب المسؤولين الأوكرانيين والغربيين الذين يطالبون بضرورة كسر التعاون بين موسكو وطهران وتصفية مصانع الأسلحة الإيرانية. نقص في المسيرات إذن، وآخر في الذخائر، أمور تحد من قدرة موسكو على شن عمليات هجومية على أوكرانيا. ولأن روسيا تحاول تعلم الدروس، طلب بوتين من شركات الدفاع زيادة إنتاج الأسلحة من أجل الحرب، وذلك قبل أي هجوم شامل محتمل على كييف. وذلك كما قلنا في حلقة الأمس، نعم أخطأت روسيا سابقا في كييف، وسنعود بالذاكرة قليلا لما قبل 300 يوم لنرى ماذا حدث في العاصمة الأوكرانية ليتعلم منه بوتين ومسؤوليه.